بعدها بقى قطع التيشيرت بتاعي وكده، وكان اللي هو بيحط ايده على صدري ويحط ايده يتاكد ان مفيش اي إصابات تانية. مفيش اي حاجه تانية. فبعدها قلت له، قال لي في حاجه تانية وجعاك وكده، قلت له هنا في صدري وجعاني، وقلت وقلت له رجلي. فقطع برضو البنطلون وكده. لا ساعتها بقى خدت برضو الصدمه التانية، لقيت لا رجلي مفتوحه كده وشكلها ما كانتش سهل. ف برضو رفعوها كده بالراحه وقعدوا يربطوا حوالينا حاجات كتير قوي وبس. وساعتها بقى كانت الدنيا اتملت. اخويا الكبير جه، ايه اللي حصل وليه؟ وبرضو انا برضو في الاوقات دي اللي هو برضو دماغي شغالة، دماغي برضو بتفكر، دماغي بتستوعب وبتفكر وبتعمل في حاجة وموجوعة وخمسمائة ألف إحساس في نفس الوقت كده. بتفكر في اللي هو وده حصل ازاي؟ وبتفكر برضو ليه اللي هو ده حصل ليه. انا معرفش اي حد منهم، انا معرفش اي حد خالص يعني، ولا حتى اول مرة اشوفهم، اول مره اشوفهم مع ان انا مثلا بكون في النادي دايما عشان عندي تمرين كل يوم، اول مره اشوفهم مثلا في النادي، اول مره اشوفهم في الاريا في النطاق بتاع النادي. مثلا اول مره مثلا اشوفهم حتى لو شفتهم في خروج او اي حاجه. لا خرجوني بقى طبعا. الشير بصعوبه، واحد اتنين تلاته ويحطوني على اللي هي دي تاني اللي انا بنام عليها. وبقى كانوا ينقلوني بقى في عربيه، فده بقى كان صعب اللي هو هيدخلوني عربية ازاي، وكانوا بيدخلوني عربية بصعوبة، كذا واحد شايلني بالراحة، لا رجلي ايديا كل ده انا عامل ايديا كده عشان ما ينفعش اميلها. الدكتور قال لي لازم تفضل عامل كده، ففضلت عامل كده بقى اللي هو انا برضو ايديا تقيلة يعني، برضو ايديا تقيلة، الحاجات اللي لفوها كتير دي برضو كانت عاملة فوليوم كده، فايديا كان برضو كان الويت بتاعها تقيل، فانا برضو عامل كده كل وهم شايلين لي ده يشيلني وايديا ورجلي وكده. ركبت العربيه، وطبعا بقى في العربيه برضو الطريق ما بين مستشفى المستشفى كان طويل، واخويا بقى بيسوق بسرعه وكده، وانا برضو كنت في الوقت ده كنت اللي هو مش قادر خلاص بقى، قدرة تحملك بتضعف. وجسمي بقى سعان اللي هو بقى خلاص بدأت اتعب قوي، وبرضو التفكيرات مش بتوقف خالص. بعدها وصلت المستشفى التانية برضو نفس عملت عملية؟ عملت عملية في المستشفى التالتة. يعني انا لفيت 3 مرات. ابي طبعا بقى كلمني في النص، انا اللي هو كنت كل ده لسه ما شفتش يعتبر غير من اهلي غير أخوك اخويا وجوز اختي. تمام. طبعا بابايا كلمني في النص وكده. انا برضو حاولت افضل ماسك نفسي وكده، قلت له ازيك عامل ايه انا كويس ما تقلقش انا الحمد لله كنت مصلي وكده، ده برضو ثبتني كتير اللي هو ثبتني كتير قوي قوي قوي، الحمد لله الحمد لله. فقلت له انا كويس الحمد لله ما تقلقش يعني اشوفك في المستشفى. وقفلت معاهم بقى وكده، وفضلت برضو اللي هو دايخ لغاية ما وصلت المستشفى التانية. ومن المستشفى التانية عامل الإشاعات وكده، فضلت بقى قاعد بقى هناك برضو كتير كتير، وستيل برضو إيديا معمولة كده، ومن غير محدش بنج. بنجك خالص. لسه. وكل ده برضو قاعد ايه اللي يدخل عليا واللي يطلع وكده. وايديا برضو كانت برضو بتنزل دم، كان جسمي طبعا غير ان هو كله مليان دم، ايديا كانت بتنزل دم اللي هو كده من تحت في حفرة تسرب مربوطة، دمك. بتسرب دم من تحت كده ونازل تحت ايديا، حتى تحت ايديا وهي معمولة كده كان في تحت ايديا في دم كتير في المكان اللي انا كنت نايم فيه ده. وايديا التانية اللي هي مقطوعة كانت في مش عارف كانت في ايس بوكس اعتقد، محطوطة عشان يحافظوا عليه. بالظبط. وبس دخلت برضو نقلوني، عملت اشاعة برضو، كنت بقى بتحرك بقى في الاشاعة بصعوبة اوي، ما يقول لي حاول تيجي يمين كده بس علشان يجيبوا الاوفر فيو. ف
بعد بقى ما خلصت الاشعه وكده، احنا كنا المفروض مستنيين دكتور يجي لنا على دكتور على المستشفى التانية. فالدكتور ده اعتذر، قال لنا هو المفروض فيه 3 دكتور اصلا، اول دكتور في العمليات، تاني دكتور اللي احنا كلمناه ده، وقال لنا هو هيجي بعدها على اعتذر، قال لا صعبه يعني مش هقدر. هو بقى اعتذر من هنا، وانا برضو ما كنتش ماشي في الاجراءات دي قوي، هم اللي كانوا ماشيين فيها. بس كلموا بقى الدكتور التالت، واللي هو قال لهم تعالوا لي بقى اخر مستشفى دي اللي هي التالتة، وهعمل لكم على طول يعني، تعالوا لي وانا احاول احضر قطع عمليات لغايه ما انتوا هتيجوا. ركبت عربيه تالت واتنقلت وكل الحاجات دي، بس بقى ساعتها خلاص كنت سقعت خالص، كنت عمال بترعش عمال بترعش بترعش عمال بترعش لغايه ما وصلت بقى فوق. برضو كنت عمال بترعش قوي وبرضو خلاص بقى اللي هو لا، ساعتها كنت خلاص كنت دماغي خلاص. على ما وصلت المستشفى بنجوك على طول ودخلت قطع عمليات؟ لا فضلت في عادي، غيروا لي لبسي، لبست اللي هو جوان اللي هي دي لبستها وكده، برضو كنت هلبسها بصعوبه وكده. شفت الدكتور، الدكتور ربنا يخليه اتكلم معايا، قال لي انت بطل وهتقدر وان شاء الله هتقوم منها بسلامه وكده. وبعدها دخلت عمليات، خدت عمليات برضو كنت ستيل في وعي حتى بعد كل ده، ما كنتش واخد بين كلي. ايوه كنت الدكتور قال لي ان انا كنت خاف عليك تروح منه برضو، فبنيك موضعي عشان انت كنت نزفت كتير جدا. بالظبط، فكنت بني كنت اللي هو شايف، كنت كل ما كنتش شايف طبعا ايديا، كان في صراحه حاجز. بس لما كنت بشوف الدكتور قدامي كنت بقعد اقول له بالراحه وخلي بالك وكده. طبعا ما كنتش دكتور واحد، كان في دكاتره كتير قوي. فضلت بقى في المستشفى وفي العمليات سامع بقى كل حاجه. سامع وشايف برضه، بس مش حاسس طبعا، مش حاسس بايديا ايه اللي بيحصل وكده. بس برضو في الاول كنت بحس كده اللي هو يقول لي استحمل الشكه دي، اللي هو مثلا بس حاجه بسيطه. بس حاجه بسيطه. العمليه بتاعتك خلصت بسلامه، دكتورك طمنك؟ بس كنت بقى ساعتها كنت بقى مش في وعي، في اخر ال بسم الله الرحمن الرحيم، في اخر العمليه، عشان هي قعدت من الساعه 2 بالليل للساعه 12 12 الصبح. قعدت كل ده، فهو في الاخر برضه بنجني بنج كلي، فاخرها اخر 20% منها بنجني بنج كلي، اتبنجت بنج كلي. وبقى بعدها طبعا كنت مش في وعي بقى، مش عارف بقى ما خرجت ايه اللي حصل. اول 24 ساعه بعدها دي كانت برضه كانت صعبه قوي، اللي هو انا على السرير كل شويه. بس الالم بقى قل قل، بس في بقى الحاجات اللي بتحصل في الدراع التاني دي برضو خليها ألمها، ال ايه ايديا، ال الكنالات اللي هم كانوا عاملين بيحطوها، كان ايديا دي كان فيها كتير قوي. ايديا دي كان فيها واحده هنا في النص اللي هي في ايديا هنا، وواحده هنا كمان هنا في رستي، وكان في كمان واحده في رجلي، والثلاثه كانوا شغالين في نفس الوقت بقى، اللي بتنقل البلاد واللي بتنقل دواء مضاد حيوي ومسكنات وحاجات كتير. فبرضه ده كان بيوجعني. وكمان برضه كانوا بييجوا ساعات يدوني حقن في الكنالات دي، وبرضه دخلت الحقنه دي كانت ان حاجه كده بتدخل الفين برضه كانت بتفرق. انت خلاص بقى انت استحملت جامد قوي، فالباقي انت مش قادر تستحمل. طبيعي طاقتك التحمليه. فالناس تيجي تقعد تقول لي انت استحملت كل ده، كتير قوي فاستحمل الباقي وكده، بس الباقي ده كمان خلاص.